بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة أسئلة تأتيني بشكل شبه يومي. إنسان مات أبوه أو توفي بسبب حادث أو الموت له أسباب كثيرة أيها الأحبة، بسبب كورونا، لأي سبب كان، الموت حق، كل نفس ذائقة الموت. لا يظنن أحد أنه سيهرب من الموت مهما حاول. طيب، هذا الإنسان الذي مات أبوه ماذا يفعل؟ كيف يوصل له الثواب؟ كيف يعلم أنه فرح أو حزين في قبره؟ سلوكك أيها الإنسان حقيقة يصل لأبيك إذا كان من الصالحين. الإنسان الصالح أيها الأحبة عندما يموت، صدقوني، الله يهيئ له كل ما يشتهي. هذا ليس كلامي، هذا كلام الحق تبارك وتعالى. الملائكة تنزل على الميت لحظة الموت وتقول له كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ماذا؟ ولكم فيها، دققوا هذه فقط كلمتين، دققوا رجاء، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. يعني تصور أنت عشت في هذه الدنيا محروما من كثير من الأشياء، حتى كثير من الآباء حرم من السعادة، ربما لم يدرك ابنه ولم يفرح بأولاد، لم يعني يسعفه الحظ أو القدر أو ما كتبه الله له أن يفرح بأولاده، فمات قبل أن يرى مثلا أحدهم حصل على شهادة عليا، تزوج، له ولد، حصل على عمل إلى آخره. فهذا الأب يشتهي، فإذا كان من الصالحين، انتبهوا أيها الأحبة، هناك أب صالح وأب غير صالح، أب مقصر ومهمل وأب من الصالحين، وكل واحد له، وكلاهما تستطيع أن تفيده وهو في قبره. كلا هذين الأبوين يمكنك أن توصل لهم له الفرحة، سواء كان أبوك من يعني ما دام ليس من المشركين، لأن الإنسان المشرك والملحد هذا يعني وضعه صعب، أمره إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، وفي آية أخرى ضلالا بعيدا. هذا الأب الذي مات، كيف أستطيع أن أوصل له الفرحة وهو في قبره؟ وموت الأب أيها الأحبة صعب جدا، الإنسان لا يشعر بقيمة أبويه إلا بعد أن يفتقد هذين الأبوين أو أحدهما، لا يشعر بقيمة الأب إلا بعد أن يفقده. يمكن أن يمضي سنوات طويلة وهو يعبث ويلهو ويعق والديه ولا يستمع إليهما ولا يعتني بهما، ولكن اللحظة التي يفقد فيها أحد أبويه يبدأ الفقدان، هو الذي يعطيك هذا الإحساس، يشعرك أن الأمر انتهى، لم يعد بإمكانك أن تتحدث مع أبيك بعد اليوم أو مع أمك. طبعا الأمر هذا ينطبق على أي إنسان تفقده، حتى إن كان ولد أو أخ أو أم أو قريب أو صديق، لم يعد بإمكانك أن توصل له أي شيء. طيب، بالأمس كان أبي بجانبي وكان ينصحني ويقول لي: يا بني لا تفعل كذا، لا تعصي الله، لا تفعل هذا الأمر لأنه مضر بك،
هذا الأمر سيوردك إلى جهنم، لا تفعله، لا تفعله. طبعا هذا الشاب لا يستمع ويقول له: أنا أعلم منك، أنا أكثر علما منك، أنا الذي أفهم الواقع، أنت يعني على التفكير القديم. فإذا ما فقد الأب أو مات هذا الأب، ما الذي يحصل؟ يصحو هذا الشاب. فأنا أرسل هذه الرسالة أيضا لكل شاب أحد أبويه أو كلاهما على قيد الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذه الرسالة لكل إنسان، كل شاب وفتاة لديه أب أو أم على قيد الحياة، أرسل له رسالة: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة. وكأن النبي انتبه، هذا حديث خطير أيها الأحبة، كأن النبي يريد أن يقول لك إن هذا الأب مجرد رعايتك له تكون سببا في دخولك الجنة، مجرد أن تبر هذا الأب، أن تستمع إليه، أن تجلس بجانبه، هذا أمر يدخلك الجنة. مجرد طاعة الأم، وهو أمر بسيط جدا، يعني الأم ماذا تريد من الولد؟ حملته 9 أشهر في بطنها وتألمت كثيرا عندما خرج، وبقيت تتألم كل عمرها حتى لو أصبح عمره 60 سنة، الأم تتألم على ابنها ولو عمره 60 سنة. ماذا فعلت لك هذه الأم؟ هي تحمل همك، وهي التي أرضعتك عندما كنت صغيرا، وحملتك عندما كنت مريضا، وتحمل وتمرض على مرضك. طيب الآن هذه الأم كبرت، والنبي يعطيك رسالة واضحة، يقول لك: انتبه، هذه الأم أو هذا الأب إذا أدركته حياً، يعني قبل أن يموت، سيكون سبباً في دخولك الجنة. مجرد أن تطيعه سيغفر لك الله كل شيء. هناك أناس لم يصلي في حياته ركعة واحدة، قد يغفر الله لك هذا الذنب العظيم بسبب برك لأبويك. ونحن لدينا قصص بشرنا بها حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ينكرها من ينكر سنة النبي، لأنهم يريدون أن يحرمون الناس من الأجر، يريدون هؤلاء أن يضيقوا رحمة الله سبحانه وتعالى. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الإنسان لا ينفق، هذا الهواء الذي يعني نستنشقه، لو كان بيد بشر لخلق الناس. الإنسان بطبيعته بخيل، لا يعطي، وكان الإنسان قتورا. النبي ماذا يقول أيها الأحبة؟ بشرنا أن كل من يدرك أحد أبويه أو كلاهما سوف يدخل الجنة إن شاء الله، بمجرد أن يطيع هذين الأبوين. لماذا؟ لأن طاعة الأب هي طاعة لله. حتى في القرآن، يعني قبل أن أكمل حديث، أن رجلا لم يعمل في حياته حسنة قط، رجاء يعني استمعوا إلى هذا الحديث، وضعوه هكذا يعني ومضة في دماغكم، ومضة تعطيكم البشرى، وبخاصة في هذا العصر. للأسف كل ما نشاهده من حولنا، معظم ما نشاهده ينفر ويجلب الاكتئاب. النبي يعطيك مبشرات. رجل لم يعمل في حياته حسنة قط، إلا أنه كان يفعل شيء بسيط فقط، وأقل من بر الوالدين بكثير على فكرة. ما كان يفعله هذا الرجل الذي أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث صحيح، كان يفعل شيء بسيط معظمنا لا ينتبه له، أنه كان يتعامل مع الناس بالدين، يدين الناس، يعطيهم بضاعة، يعطيهم مال. فيقول لغلامه: إذا رأيت معسرا، يعني إذا ذهبت لتحصل الأموال من شخص وهذا الشخص ليس معه ما يدفعه لك ولا يملك ما يدفعه لك، أو كان معسرا،
فوجدته معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. فلما مات غفر الله له وتجاوز عنه وأدخله الجنة. طب هذا لم يعمل أي شيء. طيب رسائل تأتيني أن أب كان صالح وجيد وربى أولاده تربية، ولكن لم يكن يصلي، لم يكن يزكي، كان لديه مشاكل، ولكن كان يعني كان الرجل لديه أعمال كثيرة صالحة. هل يدخل النار؟ أحبتي في الله، رحمة الله وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله أوسع مما نتصور. هذا الرجل، أنا أقول لكم هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل لم يعمل في حياته حسنة قط. هناك بعض الدعاة يضيقون على الناس للأسف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي، قال يا رسول الله أوصني ولا تكثر. على فكرة هذه الأحاديث كان الصحابة يحبونها كثيرا ويروجونها بينهم. للأسف اليوم بعض الناس يريد أن يغلق رحمة الله، يضيق رحمة الله على العباد. قال يا رسول الله أوصني ولا تكثر لأحفظ. النبي أعطاه 3 أو 4 كلمات فقط: أخلص دينك لله يكفك العمل القليل. أي أخلص عبادتك وعملك لله، إذا عملت أي عمل قل يا رب أنا عملت هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، يكفك العمل القليل. يعني صلي ركعتين بصدق وإخلاص مع الله، والله خير من 1,000,000 ركعة ليس فيها إخلاص. القضية ليست قضية شكل وزي خارجي ولسان جميل، القلب أيها الأحبة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن يناله التقوى منكم. الله ينظر إلى القلوب. هذا الأب الذي مات أخي الحبيب، طبعا نسأل الله أن يرحم جميع أمواتنا وأمواتكم ووالدنا ووالدكم إن شاء الله، نسأل الله لهم الرحمة. هذا الأب الذي مات ذهب إلى إله كريم، ذهب إلى إله عظيم جدا، أكرم من كل البشر. هذا الأب لو جاء إلى مسؤول في الدنيا وترجاه أن يعطيه شيئا ممكن أن يعطي، ممكن أن يكرمه. إذا كان هذا حال البشر فكيف برب البشر سبحانه وتعالى؟ عندما يأتيه زائر، عندما يأتيه إنسان يقول يا الله، صحيح أنه مقصر. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قسم منهم لم يعمل كثير من الأعمال الصالحة، هناك أناس أسلموا قبل موقعة بدر بأيام ربما بساعات، لم يعمل كثيرا ولكنه في الجنة مع الصديقين والشهداء. إذن القضية ليس لها علاقة بكمية العمل إنما بنوعية العمل. يعني انظر أخي الحبيب، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لا أحسن عملا. لذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أكثر شيء يقرب الناس من النبي يوم القيامة، الصحابة من شدة حبهم لهذا النبي الرحيم يعني كانوا يشتاقون أو يتأسفون، أو يعني إحساس غريب، كيف أكون مع النبي؟ هذا ملخص هذا الإحساس الذي شعر به الصحابة الكرام من شدة حبهم لهذا النبي الكريم. كانوا يسألونه كيف نكون معك يا رسول الله، كيف نكون قريبين منك يوم القيامة في الجنة، وهم الدنيا من حسن حظهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا قال لهم؟ قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، لم يقل أكثركم صلاة ولا صياما،
ولا زكاة ولا أكثركم ركوعا ولا سجودا ولا أكثركم إلى آخره. قال أحاسنكم أخلاقا. سبحان الله، هذه أحاديث كان يحبها الصحابة كثيرا. لماذا؟ لأنها تعطيهم بشرى كبيرة بأعمال قليلة. يعني أنت عارف مثال، ما إذا قامت حرب أو أردت أن يعني تخرج من منطقة فيها حرب، احمل معك ما خف وزنه وغلى ثمنه. فلذلك تجد واحد يأخذ معه مجوهرات، قطعة ذهب، جهاز آيفون مثلا له قيمة مثلا، يعني فيأخذ الأشياء الثمينة ويغادر ويترك يعني الأشياء العادية. حسن الخلق هو الذهب، كأنك تحمل معك إلى سبائك ذهبية تأخذها، حسن الخلق. طيب حسن الخلق ما هو؟ ليس بعمل على فكرة، حسن الخلق ليس عمل، هو إحساس، هو عاطفة. أن تصبر على زوجتك هذا حسن خلق، أن تصبر على ابنك هذا حسن خلق، أن تصبر على أذى جارك هذا حسن خلق، تأخذه معك إلى القبر أولا، وتلقى به الله ثانيا سبحانه، وتدخل به الجنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فالصبر له درجات عالية عند الله أيها الأحبة. فهذا الإنسان الذي مات، طيب لديه أعمال قد تكون في ميزان الله أعلى بكثير من الصلاة والصيام وكذا. أنا أقول لكم بصدق أيها الأحبة، لأن الصلاة أصلا، لماذا نصلي؟ أنا أريد أن أسأل، لماذا أنا أصلي؟ هل أصلي لمجرد الصلاة؟ لا يا أخي، الصلاة لها هدف، العبادات أصلا لها هدف، وضعت لتقربك من الله وتذهب عنك الهم والغم والفاحشة. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن الصلاة الهدف منها تقويم السلوك. الزكاة لتطهر مالك ونفسك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. العبادات في الإسلام لها أسباب، لها نتائج، لها حكم، ليست هكذا عشوائيا أيها الأحبة. فهذا الأب الذي مات لديه تقصير، وكلنا مقصر، كلنا مقصر أيها الأحبة. قصر في موضوع الإرث، قصر في موضوع العبادات، قصر في موضوع مواضيع كثيرة جدا. طيب أنا الآن بعد أن وقعت الواقعة ومات هذا الأب، طيب ماذا أستطيع أن أقدم له في قبره؟ انظروا أيها الأحبة، أي عمل تقوم به أنا أؤكد لكم أن ثوابه يصل إلى هذا الميت، وسأثبت لكم ذلك من خلال القرآن العظيم ومن خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أولا يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أحد هذه الأشياء الثلاث طبعا قلنا صدقة جارية، طيب الأب ليس لديه صدقة جارية، علم ينتفع به ليس لديه علم ينتفع به. لذلك أنا أقول لكم، أنت عندما تشارك مقطع فيديو وترسله لإنسان ربما يهتدي به ويرسله لغيره، وهذا انظر هذا العمل كم هو بسيط وتافه وعبارة عن ضغطة زر، قد يكون علما ينتفع به بعد موتك. بعد أن تموت تستفيد منه. كل من يهتدي بهذا العمل أنت تعتبر ناقل للعلم وتعتبر رسول للعلم، بمجرد أن أرسلت هذه الرسالة النافعة التي فيها علم نافع، فيها معلومة قد تهدي بها شخص ضال، قد تصلح بها إنسان عاصي، تبقى صدقة جارية لك وعلم ينتفع به. طيب الثالث ما هو؟
أو ولد صالح يدعو له. طيب، ما معنى ولد صالح يدعو له؟ أي معنى ذلك؟ أن الثواب يصل إلى هذا الشخص باستمرار، الثواب يصل لا ينقطع العمل. أيها الأحبة، الإنسان في قبره يستطيع أن يعمل، ليس عن طريق ما تركه وراءه في الدنيا. فهذا الولد الذي يدعو، يقول: يا رب اغفر لأبي. الله تعالى علمنا دعاء: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا دعاء رائع أيها الأحبة، أكثر منه: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. النبي كان يعني يكثر من هذا الدعاء: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الدعاء يفرح قلب أبويك، سواء أحدهما أو كلاهما يفرح به، يستبشر به، لأن الميت أيها الأحبة موجود في عالم البرزخ، الجثة أصبحت في عالم الدنيا. لا تظن أن هذه الجثة هي التي تعذب أو تنعم، لا، هذه عبارة عن ذرات. جثتك بعد أن مت تتحول إلى تراب، غذاء للديدان، والعظام تصبح نخرة، بالنتيجة كله يتحول إلى معادن وتراب والمواد الأولية التي خلقت منها. النفس هي التي تعذب أو تنعم، لذلك من ينكرون عذاب القبر لم يدركوا هذه الناحية، يظن أن الجسد هو الذي يعذب. وهناك روايات تقول: فتحنا قبر ورأينا الثعابين وكذا، هذا كل هذا الكلام ليس عليه إثبات. على فكرة، الثعبان ماذا سيلتهم الجثة؟ يعني الديدان تلتهمها الجثة. أيها الأحبة، جسد الميت سخر الله مجموعة من الديدان والبكتيريا وعالم قائم بذاته، مهمته أن يفكك هذا الميت جسده طبعا، ويحوله إلى تراب وماء وعناصر أولية. هذا سبحان الله قانون إلهي. النفس هي التي إما أن تعذب أو تنعم. حتى في الدنيا أيها الأحبة، الإنسان عندما تحترق يده، إصبعه، هذا الجلد لا يتأثر ولا يتعذب، ولا خلايا الدماغ كل هذا الجسد لا يتأثر. الذي يشعرك أنك تتعذب هو وجود النفس أصلا فيك. لذلك في العمليات الجراحية، عندما تدخل إلى غرفة العمليات ويتم تخديرك، يمكن أن يقوم الطبيب بتشريحك وتقطيعك ولا تشعر. ما الذي حدث؟ أثناء التخدير النفس تغادر الجسد وتغيب، وهناك تجارب تسمى الاقتراب من الموت. هذه التجارب معظم من يدخل في غرفة العمليات في حالة غيبوبة أو حتى أثناء التخدير الكامل، ماذا يحدث لهذا الشخص المريض؟ يرى من السقف من الأعلى، يرى الأطباء وهم يقومون بالعملية الجراحية، وبعد أن يستيقظ ويصحو يخبرهم بما رأى. وهذه الأشياء مسجلة، يعني ليس واحد أو اثنين، عشرات الآلاف يرون هذا الأمر، مما يدل على أن النفس هي التي تعذب، وهي التي تنعم، وهي التي تجعلني أتكلم، وهي التي تحدد خصائص الإنسان. الإنسان بلا نفس لا شيء أيها الأحبة. لذلك الله عز وجل عندما تحدث عن الخلق قال: خلقكم من نفس واحدة، لأن النفس هذه وهي شيء غير مادي غير ملموس. يعني سأبسط لكم، تخيل أنك أمام هالة من الترددات الكهرومغناطيسية، هالة ضوئية ممكن أن تكون مرئية،
النفس يمكن أن تكون هكذا ولكن غير مرئية وغير ملموسة، ولا توجد لدينا أجهزة لقياسها. ليس هناك أجهزة تستطيع أن تقيس شدة أو قوة أو حجم أو خصائص هذه النفس. هذه النفس أيها الأحبة هي التي تحدد لنا أن هذا إنسان أو هذا حيوان. طب ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ النفس. فالنفس البشرية التي خلقها الله هي التي تعذب بعد الموت أو تنعم. يعني أنت أبوك في قبره، الجثة هذه هي فقط تغسل وتدفن، لأن الإسلام علمنا احترام الإنسان حيا وميتا، ليس مثل الغرب الذي يدعي أنه يحترم حقوق الإنسان ثم يحرق هذا الإنسان بعد أن يموت. الإنسان لديه عاطفة، يعني الإنسان عندما يموت أبوه، تصور أنهم في 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 دول كثيرة يحرقونه ويضعونه في صندوق صغير ويعطونه هذا ما تبقى من أبيك، عبارة عن كمية من الرماد. ما هذا العبث؟ لا يوجد أدنى احترام لديهم للإنسان، لا حيا ولا ميتا حتى. فالإسلام حريص على احترام حقوق الميت وعدم إيذائه وعدم إهانته ودفنه وإكرامه. أما هنا موضوع العذاب والنعيم، هذا النفس هي المختصبة. لذلك اقرأوا آيات الموت في القرآن، لا يوجد آية تقول إن الله يتوفى الجسد أو يتوفى القلب أو لا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، الأنفس. طيب آية أخرى، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، لم يقل أخرجوا أجسادكم، أنفسكم. إذن النفس هي التي تموت. والدليل الثاني، الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، لم يقل كل مثلا إنسان ذائق الموت أو كل رجل ذائق الموت، لأنه قال كل نفس، ليقول لك إن الجسد هكذا هكذا سيبلى ويفنى ويتحول إلى تراب. أما الذي يموت هو النفس أيها الأحبة، والنفس هذه هي التي توسوس لك لتسير في طريق الشر، توسوس لك لترتكب جريمة. وممكن هذه النفس أن تقودك للخير. لذلك في القرآن لدينا النفس المطمئنة والنفس الخبيثة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لذلك أيها الأحبة، من مات أبوه وكان لديه بعض المعاصي يجب أن يستبشر ما دام يقول لا إله إلا الله. يعني المفتاح هنا لا إله إلا الله، ما دام يقول لا إله إلا الله فهذه بشرى كبيرة أن الله يمكن أن يغفر له بل ويكرمه أيضا. والدليل على ذلك ما سردناه من قصص رجل لم يعمل في حياته حسنة قط ودخل الجنة، كان يرسل غلامه ويقول له إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. طيب الناس لم يروا هذا الأمر، الناس لم يعلموا أن هذا الرجل الذي لم يعمل في حياته حسنة قط لم يعلموا أنه كان يفعل هذا الفعل، ربما فعله بينه وبين الله، لم يعلم به إلا غلامه هذا الذي كان يرسله. طيب هذا لو مات الآن شخص بهذه المواصفات، كل الناس أو معظم الناس سيحكمون عليه أنه سيدخل النار، بينما هو من أهل الجنة، لأن كان لديه ثقة بالله. الثقة أيها الأحبة، يعني الثقة هي التي ثقتك بالله هي التي تدخلك الجنة. فربما هذا الأب كان لديه ثقة بالله أنه سيغفر له، سيصفح عنه، سيعفو عنه. لذلك القلوب لا نعلم بها. لذلك أنا أقول الإنسان الذي يموت ولديه أعمال سيئة لا تحكم عليه أيها الأحبة، ولا يعني تشمت بميت مهما كان، ذهب إلى ربه وحسابه
قد يكون عسيرا هناك أو قد يكون هناك منعما مكرما. نحن لا نستطيع أن نحدد مصير إنسان، لأننا لا نعلم ما الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرع أحدا، لم يشمت بأحد، لم يقدح بأحد، حتى أعداءه. انظروا، يعني أنا سأعطيكم هذا الموقف أيها الأحبة لنتعلم كيف نتعامل مع الموتى. الإسلام كيف يعلمنا فن التعامل مع الموتى. النبي عليه الصلاة والسلام في موقعة بدر، بعد أن دمر الله رؤوس الكفر والإلحاد الذين حاربوا النبي وأذلوا من أراد أن يدخل بالإسلام وأخرجوهم من بيوتهم وأموالهم وأولادهم وعذبوهم وحاصروهم، انظر، ثم شنوا عليهم الحرب. على فكرة النبي عليه الصلاة والسلام في موقعة بدر هو في موقع دفاع عن النفس، لم يعتدي عليهم، هم من جاءوا إليه، لأن بدر كما تعلمون قريبة أكثر من المدينة وليس من مكة. هم جاءوا من مكة إلى المدينة ليحاربوا، وشاء الله أن تكون هذه الموقعة في منطقة اسمها بدر. طيب، ماذا قال لهؤلاء الموتى؟ هل وقف وبدأ يشتمهم وبدأ يشم؟ لا لا، قال يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن، ويسمي كل شخص باسمه واسم أبيه. لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ انظر، انظر إلى هذا الخطاب الراقي، انظر يعني كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أعداءه بهذه اللغة الراقية. لم يشتم، لم يمثل بجثثهم، لم يدعس على رؤوسهم مثلا، لم يقف منتصرا هكذا ويقول انتصرنا عليكم وحطمنا رؤوسكم وكذا، لا لا لا. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وهنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلتفت إلى النبي ويقول يا رسول الله، ما تكلم يعني أجسادا لا أرواح فيهم، لا أرواح لهم. فيقول والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا سمي رحمة للعالمين؟ لماذا استحق هذه الآية؟ لأنه رحمة للكافر، حتى لمن حاربه هو رحمة. هو يقول له هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أعطى درس لهم وهم أموات. وثبت علميا أيها الأحبة في دراسة قام بها دكتور اسمه وسام بارنيا تحدثنا عنه، ثبت أن الميت يبقى دماغه وبخاصة مركز السمع لديه نشيطا لمدة ساعات بعد أن يموت، يستمع ويتفاعل مع من حوله، يتفاعل مع نبأ وفاته. لذلك أنا أقول لكل من يعني لديه أب، أسرع وانظر ما الذي يفرح أباك في الدنيا، فرحه بطاعتك له، فرح أمك بكلمة طيبة، بهدية بسيطة، بمكالمة تليفونية على الأقل، لا تتركها، لأنك لن تشعر بأهمية هذين الأبوين إلا بعد أن تفقدهما. هذا الأب إذا مات ابقى بجانبه قليلا، اقرأ له من القرآن، حدثه لأنه يسمعك. على فكرة الميت يسمع ولكن لا ينطق ولا يستطيع أن يقوم بأي رد فعل، ولكنه يسمع من يحدثه ويرى حتى. يعني أنا الدراسة التي قام بها بعضهم عن مركز الرؤية يبقى أيضا في حالة عمل لفترة، ولكن الدراسات غير واضحة لأنه لا توجد لدى البشر حاليا أجهزة تستطيع قياس ما يجري في الدماغ بعد الموت، ولكن هناك تفاعلات كثيرة تجري بعد الموت. فلا تترك الميت هكذا، اقرأ له القرآن،
طمئنه أنه إن شاء الله سيكون من أهل الجنة. اذكر الله، وحتى بعد دفنه أيضا ابقى بجانبه قليلا يتأنس بك. فهذا الأمر أيها الأحبة مهم جدا. معظم الناس يجهل هذا الموضوع على فكرة، يعتقد أن الإنسان إذا مات انتهى كل شيء. لا، هذه النفس عندما تموت، النفس لا تفنى أيها الأحبة. هناك فرق بين الموت والفناء. النفس لا تفنى، الجسد يفنى ويبلى، النفس لا تفنى، النفس تموت. ما معنى تموت؟ أي تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، فقط هذا هو الموت. كانت النفس في الجسد، عندما تنتزع من الجسد وتدخل في عالم البرزخ، هذا هو موت النفس. لذلك الإنسان عندما ينام يعتبر ميتا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كلما استيقظ من نومه كان يقول: انتبه أخي الحبيب وتذكر، أرجو، كلما استيقظ أحدنا من نومه يجب أن يقول كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالنبي كان يعلم بأن هذه النفس تخرج، يتوفاها الله أثناء النوم، يمكن أن تبقى عنده سبحانه وتعالى، ويمكن أن يعيدها لك فتستيقظ. عندما تعود النفس لك تستيقظ، إذا بقيت عند الله تموت. لذلك هناك من يموت وهو نائم. النبي كان يستعيذ بالله من موت الفجأة أو موت الفجاءة، وكان أيضا يعمل حسابه. فكان عندما ينام أو يذهب للنوم، قبيل النوم ماذا يقول؟ يقول: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها. إن أمسكت نفسي، يعني إذا توفيتني وأنا ميت وبقيت نفسي عندك فارحمها، وإن أرسلتها، أي أرجعتها لجسدي، وإن أرسلتها فاحفظها. هذا دعاء النبي قبل النوم. لذلك عندما يستيقظ يعلم أن النفس قد عادت له من جديد، فيقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طيب بالله عليكم، اليوم ما نسبة من يفعلون هذه العادة أو هذه الثقافة أو يطبق هذا المنهج؟ معظمنا ينام وهو يفكر بالدنيا ويستيقظ وهو يفكر بالدنيا، لذلك لا نشعر بحلاوة الإيمان، لا نشعر. أي مشكلة تصيبنا نيأس، تجد الاكتئاب، تجد حب الدنيا، تجد أن الإنسان في مشاكل في بيته وخارج بيته ومع زوجته مع أولاده، المرأة لا تطيق، الرجل وضع تعيس جدا، لأننا فقدنا التذكر بالموت، تذكر الموت. اذكروا أو أكثروا من ذكر هادم اللذات وهو الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك عندما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين نومها، يعني عندما تنام نفسك يتوفاها الله، وليس عشوائيا، ليست الطبيعة من تقرر ذلك، الله تعالى. الله يتوفى الأنفس حين نومها، حين موتها عفوا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، عندما يموت الإنسان يتوفى نفسه الله، الأنفس وليس الأجساد. والتي لم تمت في منامها أيضا يتوفاها، فإذا لم يمت في منامه فيمسك التي قضى عليها الموت. لذلك تجد الإنسان ينام ولا يفيق ولا يستيقظ، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنبي أدرك هذه الآية عليه الصلاة والسلام. لذلك عندما يبدأ بالنوم يعلم أنه سيموت موتا أصغر، يتذكر أن نفسه ستخرج وربما لا ترجع. لذلك أخي الحبيب، أنت كل يوم يجب أن تعلم أنك معرض للموت. وإذا، انظر أخي الحبيب، إذا فكرت بينك وبين نفسك أنك كل يوم من المحتمل أن تموت، سيأتي يوم يكون توقعك صادقا، سيأتي يوم بالفعل تموت فيه. كل يوم
توقع أنك هذا آخر يوم لك، وهذا منهج نبوي. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتوقع الموت 5 مرات كل يوم. هل تعلمون هذه القاعدة التي وضعها النبي وهي مريحة جدا عندما تطبقها؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع. ما معنى صلاة مودع؟ يعني عندما تقف للصلاة تخيل نفسك أنك ستودع الدنيا بعد هذه الصلاة، ستكون آخر صلاة في حياتك، بعدها ستودع الدنيا. لذلك يعني في الغرب عندما أجروا بعض التجارب على فن النجاح وفن الإبداع، وجدوا أن الذي يفكر بالموت وأن هذا آخر عمل سيكون له وسيموت بعد ذلك، وجدوا أن هذا الشخص أكثر إبداعاً وأكثر نجاحاً من غيره. هذا الأسلوب يجعلك تتقن العمل. أما ما دام دماغك مشوشاً هنا وهنا وهنا، لن تشعر لا بلذة الحياة ولن تقدم شيئاً مفيداً لا لدنياك ولا لآخرتك. إذن هذه النفس إما أن تعذب أو تنعم. طيب بالنسبة لمن مات أبوه، طبعا موضوع الأم سأخصص له حلقة لأن فيه كلام كثير إن شاء الله، في يعني بث مباشر قريب إن شاء الله. هذا الأب توفاه الله. يجب أن تعلم أن هذه النفس التي كانت داخل أبيك، التي تجعله يتكلم وينظر ويفكر ويعقل ويرى، أصبحت في عالم يسمى عالم البرزخ. وعالم البرزخ ليس ماديا، ليس ملموسا، هذا العالم يقع خارج الزمان والمكان. لذلك هناك أيضا تعليق أنا أعتبره ساذج جدا، يقول لك: من مات من 1,000,000 سنة أو ومن مات اليوم، يعني سيعذب، كيف سيعذب، كيف سيكون الله عادلا معهم بعذاب القبر؟ لذلك هم ينكرون عذاب القبر. أقول أيها الأحبة، من مضى عليه 1,000,000 سنة ومن مضى عليه ثانية سواء، لأن الزمن متوقف، أو لا يوجد زمن، أو بمعنى أدق الزمن مختلف عن مقاييسنا. حتى العلماء الذرة يقولون إن الزمن على المجرات البعيدة يختلف عن الزمن هنا على الأرض. في الثقوب السوداء مثلا لا يوجد زمن، زمن مختلف. إذا مشيت بسرعة الضوء الزمن مختلف، يتوقف. ففي عالم البرزخ الزمن له حسابات مختلفة، سواء مت منذ 1,000 سنة أو مت اليوم، طريقة العذاب عادلة بين الكفار طبعا. لذلك أحبتي في الله، يجب أن ننظر أن هذه النفس عندما تغادر الدنيا وتغادر الجسد لا تبقى في حالة فراغ، لا، إما أن تفتح لها أبواب السماء وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا لحظة الموت، ليس في الآخرة أيها الأحبة. في الآخرة أنت تدخل بجسدك ونفسك تدخل الجنة، أما في بعد الموت جسدك انتهى، أصبح دخول الجنة عبارة عن النفس، هذه النفس التي ضغطت عليها ونهيتها عن الهوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه النفس التي تأمرك بالسوء وتشدك باتجاه السوء، أنت تنهاها عن الهوى وعن الفاحشة وعن النظر إلى النساء والنظر إلى ما حرم الله، يعني تسيرها في الطريق الصحيح. هذا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
أي أن هذه الجنة ستكون مأوى لهذه النفس التي نهيتها عن الهوى وعن ما يسمى بالعشق والكذا. عندما تخرج هذه النفس، الله تعالى يقول لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أي أن الله سيرضي هذه النفس. فهذا الأب أخي الحبيب، إذا كنت صالحا أردت أن تفرح أباك، يجب أن يكون سلوكك صالحا، ليس مجرد أن تقرأ له آيات من القرآن ثم تجلس على الموبايل لتشاهد ما حرم الله مثلا. أنت هكذا تغضب وتحزن أبويك. الذي يفرح أباك سلوكك هذا في وأنت في الدنيا عندما تطيع الله. طيب كيف يستجيب الله دعائك إذا كنت تعصيه؟ القضية ليست قضية إكثار، كما قلت أيكم أحسن عملا. الله يريد منك الإخلاص، يريدك أن تكون مخلصا في عملك وعبادتك وطاعتك ودعائك لأبويك. طيب هذا الأب أيها الأحبة يفرح عندما تصل أيضا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبر أباك من خلال ماذا؟ أن تبقى على صلة مع من كان يحبهم. يعني مثلا لديك أب لديه صديق كان يحبه، على الأقل اتصل به تليفون، اطمئن عليه، أن تصل ود أبيك، تصل ود أبيك. من كان يودهم ويحبهم ويسهر معهم ويأنس بهم، أنت تواصل معهم. وهذا فيه فائدة على فكرة، فيه فائدة طبية حتى لك وله. لهذا الشخص في الغرب محرومون من هذه المودة وهذه الصلة للأرحام. فمثلا أباك كان يحب شيء طبعا ليس فيه معصية لله، تابع من بعده، كان لديه مثلا قريب يحبه، اطمئن عليه، كان مثلا يوصيك على أخ لك ويحب أخاك الصغير، احرص على أن ترضي هذا الأخ الصغير لأن هذا سيفرح أباك أيضا. طيب موضوع الصدقة أيها الأحبة موضوع مهم، لأن الميت أحبتي في الله أكثر ما يتألم عليه لحظة، وهذه رسالة للأحياء لي ولكم، يعني القرآن أخبرنا عنها، أكثر ما يتألم عليه الإنسان لحظة الموت أنه لم ينفق من مال الله الذي آتاه. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه آية العمل الصالح، يتأسف كثيرا عليه. والشيء الآخر الصدقة، من قبل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، استعد، يعني كلنا سنواجه هذا الموقف عندما يأتي ملك الموت: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الصدقة والعمل الصالح، هذين الأمرين هما أكثر ما يؤلم الإنسان لحظة الموت، يتحسر بكثرة بشدة، لذلك يطلب ربي أخرني إلى أجل قريب، يعني ولو دقائق معدودة، ليعمل أي عمل صالح وينفق قدر ما يستطيع. ولكن ماذا يأتي الجواب؟ جواب أكثر إيلاما: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فلذلك أخي الحبيب أنت الآن تأتيك هذه الرسالة، أوصلها لغيرك رجاء، يعني لا تجعل هذه المعلومة سواء أرسلتها على شكل فيديو أو بلغتها لأحد أو أعطيت هذه المعلومة لأحد، هذا علم نافع ينتفع به بعد الموت، هذا من باب العلم النافع. لذلك الدعاء أكثر ما يفرح الأب، وهذا بنص
الحديث النبوي ولد صالح يدعو له. ولد، إذا يجب أن تعدل سلوكك. إذا أردت أن يفرح أبوك في قبرك يجب أن تعدل سلوكك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط أن يكون ولد صالح لديه أعمال صالحة، ليس ولد يعني ملحد يدعو لأبيه، لن ينتفع به أحد. تقوم سلوكك، لديك عادة سيئة اتركها. طيب، أبوك كان يكره الدخان مثلا ويقول لك لا تدخن، ومات وأنت تدخن، اترك الدخان الآن، لأن هذا سيجعل أباك يفرح، لأن هذه المعلومات تنقلها الملائكة لنفس أبيك. طبعا قلت الملحد له وضع خاص والعياذ بالله. على الرغم من ذلك نحن مأمورون أن نقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، مطلوب منك أن تدعو لأبويك. ولكن إذا كان ملحدا وضعه صعب، والله أعلم، طبعا لا نيأس من رحمة الله، ربما هذا الملحد ربما قبل ربع ساعة تاب إلى الله، بينه وبين ربه، نحن لا نستطيع أن نتنبأ بمصير الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام له حديث أيضا صحيح في هذا المجال، يجب أن نروج لهذه الأحاديث أيها الأحبة، وكلها صحيحة على فكرة، كل الأحاديث التي قلتها صحيحة ومثبتة 100%. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، ذراع يعني 70 سنت أو 50 سنت حسب بقى قياس الذراع، وهو يعمل بعمل أهل الجنة، الشكل واللباس والصلاة والعبادة، حتى إذا ما بقي بينه وبين الجنة إلا ذراع يسبق عليه الكتاب أو سبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني تصور ربما قبل بساعة يلحد يشرك بالله ييأس من الله. وإن المرء أو الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، أنت تراه تقول هذا مستحيل أن يدخل الجنة، حتى إذا ما بقي بينه وبين الجنة إلا ذراع، بين النار إلا ذراع، هو يعمل بعمل أهل النار، الفاحشة، الزنا إلى آخره، ولكن ربما في قلبه أشياء نحن لا نعلمها، ربما لديه أعمال صالحة نحن لا نعلمها، لأننا نرى الظاهر، نرى ظاهر هذا الشخص لا نرى الباطن. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك لا تفقد الأمل، تقول لي أنا كان عندي أب كان يفعل كذا وكذا، أنا أقول لك ما دام يقول لا إله إلا الله أبشر، كلمة لا إله إلا الله تكفي، وليس من الضروري أن تسمعه وهو يقول لا إله إلا الله ثم يموت، لأن لحظة الموت لا أحد يعلمها أيها الأحبة، لا أحد يعلم اللحظة التي يموت فيها الإنسان، ربما تراه ميتا ولم يمت، بقي له ساعة مثلا، ربما بينه وبين نفسه قال لا إله إلا الله 100 مرة وأنت لم تسمعه، ربما لسانه عاجز ولكن قلبه يقول لا إله إلا الله. يعني لا نفقد الأمل أيها الأحبة من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. طيب، هذه آية تخاطب من بالله عليكم؟ لأن الحقيقة السؤال الذي جاءني هو سبب هذه الحلقة، أسئلة كثيرة ولكن هذا السؤال حرك فيها يعني حب أو أن أعمل بث مباشر. يقول لي سأل بعض العلماء، قالوا له بما أنه كان تاركا للصلاة هذا سيدخل النار بكل بساطة. طيب، أنت تحدد مصير. طيب، هذا الرجل الذي أنبأك عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يعمل في حياته حسنة قط، وهو حديث صحيح، إلا أن لديه بعض حسنة واحدة فقط، أنه كان يتجاوز عن الناس، لم يكن يصلي، طيب كيف دخل الجنة؟ لاحظتم؟ فلا تحكموا على الناس أيها الأحبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم له حديث آخر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة لا إله إلا الله هنا أيها الأحبة
النبي يقصد أن قلبه يقول لا إله إلا الله، ولو كان سلوكه مختلفا، يعني ظاهره يختلف عن باطنه. نحن نرى الظاهر لا نرى ما في القلوب، لذلك حتى النبي كان لا يعلم ما يفعل به، لا يعلم مصيره إلا أن يتغمده الله برحمته. تصوروا أيها الأحبة، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من باب أنه يشك في رحمة الله، بل هو تأدبا مع الله ترك العلم لله، الرحمة لله. هو أنا إذا دخلت الجنة أدخل برحمة الله وليس بعملي، هذا تأدبا مع الله عز وجل. لذلك من باب التأدب مع الله أن نصدق هذا الإله عندما يقول لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. طيب ما معنى أسرفوا؟ هذه الآيات أيها الأحبة كانت محركا لي أصلا للدخول في مجال أبحاث القرآن الكريم والإعجاز العلمي وغير ذلك. وإلا لو وضعت في دماغي يعني فقط بعض الفتاوى التي تقول تارك الصلاة يقتل، تارك الصلاة يدخل كذا، هذه الأمور يعني للأسف تبعد الناس. يجب أن نروج للرحمة مع أن نعطي معلومة لهذا الإنسان أن الصلاة هي شيء أساسي ومهم جدا، ولكن ليست أهم من رحمة الله. يعني الصلاة هي شيء مهم لنفسك أنت. أنا حقيقة عندما كنت أصلي من باب الأمر لم أكن أستمتع كثيرا بالصلاة، أصلي، ولكن بعد أن علمت أن الصلاة فيها شفاء لأمراض كثيرة، فيها الشفاء لألام الظهر الذي كثير من الناس يعاني منه والفقرات وغير ذلك، سبب تعلمون ظروف العصر وكثرة الجلوس وأمام الكمبيوتر والشاشات الموبايل، فيها حتى يعني زيادة في هنا في الدماغ، تعطيك زيادة في الإبداع، في الخشوع، في التأمل، في تساعدك على اتخاذ القرار بشكل سليم، لأن الصلاة بخشوع تنشط هذه المنطقة، منطقة الناصية. فوائد كثيرة، مئات الفوائد. فعندما كنت أقرأ عن هذه الفوائد وأشعر بها أصبحت أحب الصلاة، أستمتع بها، عندما أقف للصلاة أستمتع. الصيام أيها الأحبة، أنا كثيرا ما أصوم يعني للمتعة صراحة، يعني أستمتع بالصيام لأنني أرى الكم الهائل من المشاكل في جسدي يعالجها الصيام. الصيام يعالج كل مشاكل الجسد حتى النفسية. فأنت عندما تصوم وأنت تدرك فوائد هذا الصوم، فأنت تستمتع وتتلذذ بهذه العبادة الرائعة. فإذا العبادات هنا ليست افعل ولا تفعل، لا، الإسلام ليس فيه افعل ولا تفعل. الإسلام مبني على الحكمة، مبني على مصلحتك أيها الإنسان. وبالتالي إذا قصرت في جانب الصلاة وكان لديك جوانب أخرى مهمة كحسن الخلق، حسن المعاملة، حب فعل الخير، مساعدة الآخرين. يعني أنا أعرف كثير من الغير المسلمين في تعاملاتهم وفي يعني لديهم، يعني هل نقول هؤلاء كلهم للنار؟ ممكن رب العالمين يتوب عليهم ويدخلهم الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين المعاملة، ويقول إن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة ما هو؟ يعني نعود لقضية المجوهرات والذهب، أثقل ما تحمله معك إلى الآخرة ما هو؟ حسن الخلق من جديد. وحسن الخلق ليس له ميزان، ليس، لا تستطيع أن تقول بالكيلو أو بالمتر، لا، حسن الخلق هو قضية عاطفية، قدرتك على الصبر. يعني الصبر هو عمود حسن الخلق. تصبر على العبادة، تصبر على المعصية، تصبر على الغنى وعلى الفقر. إذا جاءك مبلغ من المال كبير تصبر أنك لا تنفقه في الشر أو في اللهو عن ذكر الله.
وإذا قدر الله عليك رزقك وضيق هذا الرزق، أيضا تصبر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فهذه المعاني أيها الأحبة، الهدف من العبادات أن تصل لهذه المعاني، الهدف من الصلاة أن تصل لحسن الخلق، يعني حسن الخلق مرتبة عالية جدا. الصلاة والصيام والزكاة كلها عبادات عملية، يعني أساليب لتوصلك لمرحلة الإحسان ومرحلة حسن الخلق والزهد في هذه الدنيا. لذلك أيها الأحبة، الأب في قبره، أعود من جديد وأقول، أنا أرى أمامي العداد ساعة، فسأنهي يعني بدقائق قليلة إن شاء الله لكي لا أطيل عليكم. ما ينفع أباك أو أمك أو أي ميت آخر يخصك، أولا الدعاء له وقراءة القرآن. قراءة القرآن يصل ثوابها، لأنها نوع من الدعاء. بعض، أنا سمعت فتوى تقول قراءة القرآن لا يستفيد منها الميت، لأن القرآن نزل للأحياء وليس للأموات. هذا الكلام غير صحيح أيها الأحبة، سأثبت لكم من القرآن نفسه. القرآن فيه آيات فيها دعاء، يعني أنت عندما تمسك القرآن وتقرأ في سورة الإسراء تقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. طيب أنت في القرآن تقول رب ارحمهما، والنبي يقول لك دعاء الولد يصل للأب أو ولد صالح يدعو له. إذا قراءة القرآن هذه وصلت لأبيك، لأن القرآن دعاء بالأساس. القرآن في معظمه دعاء. فإذا أنت عندما تقرأ القرآن يصل ثوابه لأبيك. الصدقة والعمل الصالح بالنسبة لك، يجب أن تقوم سلوكك، لأن أباك كما كان يفرح في حياته بك إذا رأى منك عملا حسنا، ثق تماما وهو ميت الملائكة توصل له هذه الأعمال الحسنة فيفرح بها. لذلك إذا كان لديك سلوك سيء، عدل هذا السلوك باتجاه الأعمال الحسنة لتفرح أباك. الدعاء والقرآن، العمل الصالح والصدقة، وأخيرا حسن الخلق. طبعا بالإضافة لحسن الخلق، من أبواب حسن الخلق أن تصل ود أبيك، أن تحسن مثلا لزوجة أبيك إن ترك زوجة غير أمك، أن تحسن لإخوتك الذين كان أبوك يحبهم، أن تتواصل مع أصدقاء أبيك، أن تقوم بأعمال تجعل أباك يفرح، لأن الملائكة تبشره. وكما قلت لكم أيها الأحبة، كل هذا الأمر ينتفع به الوالد، وإذا كان قدر له أن يعذب فثق تماما أن هذه الأعمال تخفف كثيرا عنه عذاب القبر. وعذاب القبر هو أيها الأحبة ليس عذاب داخل القبر، يعني كما يفهم البعض، هو رمز لعذاب النفس بعد الموت، لأن هذه النفس لا تدري أين تكون، هل تكون في الجنة، هل تكون على الأرض، هل تكون في باطن الأرض، نحن لا نعلم. فهو اسمه عذاب القبر هو رمز فقط، ولا يعني أنه يجب أن يكون مدفونا في قبره ليعذب. يعني إذا حرق وذر رماده لا يعذب، لا، هذا الجسد ليس له قيمة بعد الموت، إلا أن الإسلام أكرمه وأمر بدفنه. النفس هي التي تعذب. لذلك أنت عندما تقول اللهم ارحم والدي، اللهم اغفر لهما، تدعو لهما بالخير، تدعو لهما بالجنة، تدعو لهما أن ينور الله قبرهما أو قبر أبيك أو أمك، حسب يعني إذا كان كلاهما أو أحدهما ميت، كل هذا أيها الأحبة يصل ثوابه إليهما، ويصل ثواب مشابه لك أنت. يعني الفائدة موجودة. يعني أنا ضد الرأي الذي يقول الميت لا يستفيد من شيء، لا يستفيد، لأنك
أنت عندما تقوم بقراءة القرآن تكسب بكل حرف 10 حسنات، على الأقل أنت استفدت، ويمكن أن يشفع هذا القرآن لأبيك، لأن الذي يقرأ القرآن، اقرأ القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فهذا القرآن الذي تقرأه هو شفيع لك ولأهلك، ويمكن لحافظ القرآن أن يشفع ل70 من أهل بيته كلهم وجبت لهم النار والعياذ بالله. فلذلك أخي الحبيب، يعني قراءة القرآن والعمل الصالح وحسن الخلق والصدقة، هذه أمور أساسية جدا تفرح هذا الأب في قبره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأمواتكم جميعا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.